بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن أشياء مهمة جدا، وهي استعراض عام لوظائف وتركيب العضيات الخلوية. طبعا راح نتكلم عن أشياء بسيطة جدا، وراح نتعمق في الدروس القادمة بشكل أكثر. طبعا راح نتكلم عن العضيات. طبعا عضيات النواة تعتبر من العضيات داخل الخلية. طبعا تركيب النواة عبارة عن جسم مستدير أو بيضاوي مغلف بجدار نووي، عليه غشاء نووي. طبعا وظيفة النواة عبارة عن تحتوي على المعلومات الوراثية الضرورية لتركيب وظيفة الخلية الدي ان اي، وهو المادة الوراثية الموجودة داخل النواة. ايضا راح نتكلم عن النويةً. طبعا النويةً تختلف عن النواة. النويةً يصنف أنه جسم مستدير أو بيضاوي موجود داخل النواة، ويحتوي على الدي ان اي ويحتوي على الران. طبعا تقوم وظيفته بإنتاج الار ران، ومهم جدا في إنتاج هذه العملية لأنها دقيقة جدا، والإنتاج يكون عبارة عن لحظة زمنية بسيطة جدا، ممكن تمتد بالدقائق، ممكن تمتد بالثواني أو أقل من الثواني، أجزاء من الثانية. وراح نتكلم عن التراكيب الأخرى في فيديو آخر.